يلزمها ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم تشييع السيد فؤاد شكر. شو قال؟ الأولوية لوقف الحرب على غزة. هذا العنوان الأساسي اللي أكيد هو التبن اللي ممكن أن تقبل به المقاومة لعدم الرد، للدخول بالنقاش حول طبيعة الرد. لن تبقى جريمة اغتيال السيد فؤاد دون رد. يعني تعتقد أنه لا سترد، ولكن قد يكون نوع الرد أخف؟ مش وفقا لـ في اسمه أخف، في حساب مفتوح. أي إذا أنا كان تأخير الرد ينهي الإبادة الحاصلة في غزة ويحقق النتيجة اللي أنا على أساسها رحت فتحت جبهة. نحن ليش فتحنا جبهة في لبنان؟ إسنادا لغزة وفي إطار الضغط لوقف الحرب على غزة. حرب على غزة. إذا كان تأخير الرد بالقناعة أن هناك لحظة ما ستحصل فيها المواجهة الكبرى، وبالتالي بنفتح دفتر الحساب وبنتحاسب على كل شيء. هلأ نحن عندنا إشكالية بهذا البلد، إنه في جو بينطر كلمة هون خبرية هون ليعمل عليها حملة تشكيك على المقاومة، فطلعت مجموعة من الأصوات الوطنية المقاومة لترد على هؤلاء، وبالتالي دخلت المقاومة بسيناريوهات قد لا تكون مطروحة. أنا نصيحتي هؤلاء قنابل دخانية، تضييع الوقت بالرد عليهم هو لزوم ما لا يلزم. هودي بدك ترد عليهم بتحط لهم مشهدين، مشهد العملاء الذين سقطوا من الطائرات الأمريكية بلحظة انسحابهم من أفغانستان، أو مشهد برجع لباب الحارة مأمون كان عميل بلحظة اللي أخذوه على الإعدام استذكر انه قال له الضابط اللي مشغله انه انت لا تخاف، بلحظة اللي بصير عليك شيء في كتار سيكونوا الى جانبك، فكان وحده. هودي يردوا عليهم بهيدي الطريقة بس. طيب وبالتالي المقاومة تدرك جيدا اليوم الظروف، وتدرك خطورة اللحظة، وتدرك طبيعة المشهد، وهي الأقدر على تقدير الموقف الأنسب. هلأ بشكل واضح مستعد للحرب؟ نعم. والذين يهولون نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية ونيابة عن هذا الكيان، أولا عليهم قراءة مضامين خطاب وزير الحرب الصهيوني الذي وصف الحرب على لبنان بأنها مغامرة ونصح بعدم القيام بها، وقال انه انا ب 11 اكتوبر يعني بعد 4 ايام من اليوم البطولي اللي نفذته المقاومة الفلسطينية نصحت بشن حرب على لبنان، اما الان لا انصح. هي واحد. اثنين، اذا حدا مفتكر انه سيناريو حرب تموز 2006 سيتكرر هو واهم ومخطئ. سيناريو حرب تموز الذي تتحدث عنه هو حرب 33 يوم تقصد، ولا ماذا تقصد حرب بهذا؟ حرب بلا سقف، حرب بلا ضوابط، حرب يستطيع فيها يعني بالرغم يعني امبارح يتحدث الاعلام الصهيوني وتقديرات المؤسسة النازية العسكرية الصهيونية عن 7500 قذيفة استخدمتها المقاومة. نعم. بالحسابات أنا أكاد أزعم أن هذا يعني أن المقاومة حتى تاريخ اليوم لم تستخدم ما يتجاوز 3%، هلأ بيزيدوا نص بينقصوا نص، مع أني برشح أنه بينقصوا من قدرتها الصاروخية. وكل العالم يدرك جيدا انه السلاح الوازن حتى الساعة لم يخرج، حزب الله لم يدخل بمرحلة الاستنفار القصوى يلي تتطلب وجود 110,000 30,000 40,000 50,000 ما بعرف التقدير السليم للعدد على الجبهة، وما انوضعت الخطط الأساسية. طيب